سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانة. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانة. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. يا أحبائي، أجمل هدية هي المثابرة في الدراسة. عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها: اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده. كي يقول الشاطر يرفع ايده كاع ترفضوا يديكم، هنا لازم تقعدوا. فوالا، الشاطر يرفع ايده 20 على 20 والناجح هذا عيده. إذن الشاطر يرفع ايده، كامل تغنوا معايا: اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20 على 20 والناجح هذا عيده. يلا معايا. اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20 على 20 النجاح هذا عيده. اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيده. والنجاح هذا عيده. رجال يا شموع الوطن قيدوا. سين اول سؤال والعزل من يريدوا، انتم للغد رجال يا شموع الوطن قيدوا. 20 على 20 والنجاح هذا عيدوا. والنجاح هذا عيدوا. نلف الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيدوا. اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيده. والنجاح هذا عيده.
يحلموا من يجيده يكرم ولا يهان الطالب في تمجيده في هذا اليوم يبان العلم من يجيده يكرم ولا يهان الطالب في تمجيده 20 على 20 والنجاح هذا عيد اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيد اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيد والنجاح هذا عيد فقط. هذه الأغنية تاع الشاطر يرفع إيده، على بالكم عمو يزيد في أي سنة غناها؟ بالرغم أن حصة مع عمو يزيد بدأت في 2015، هذه الأغنية كتبت وتغنت في 2001. عمو يزيد دار أول ألبوم للأطفال ماما مع بلقاسم زيتوت لنحييه في 2001. يعني عمو يزيد عنده بزاف عشرات السنين ويفكر في هذا المشروع، وكنا في كل مرة نديروا ألبومات. درنا ألبوم مدرستي في 2004، 2008 درنا بيتنا، من بعد باش جسد المشروع. هذا المشروع حصة مع عمو يزيد للأطفال لم تأتي من العدم، هو مشروع بني منذ عشرات السنين. يعني عمو يزيد كان حاب يدير حاجة جميلة للأطفال. عجبتكم الحصة يا أطفال؟ عجبتكم الحصة؟ إذا تقدروا تلتحقوا بنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com ولا عبر صفحة الفيسبوك عمو يزيد الصفحة الرسمية. وعمو يزيد شخصيا مع الفريق نتاعو هو اللي قائم على هذه الأعمال. نشوف كامل الرسائل تاعكم.
لازم ترسلوني يا أخي. وكاين حساب اليوتيوب كذلك عمو يزيد، فيه كل فيديوهات، كل حصص، كل حفلات، لازم تروحوا تشتركوا فيه باش تشوفوا هذه الفيديوهات. إذن يا أحبائي، المثابرة، المثابرة ثم المثابرة. بلبل شوف الشاطر هذا وش حب يقول لي. اعطوا الميكرو، اعطوا الميكرو اصدقاء، اعطي الاصدقاء يعطوا له، ارجعوا شويه. فوالا. واسمك وليدي؟ طاهر. طارق، شحال في عمرك طارق؟ 14. 14 اليوم سنة. سنة. شاطر في الدراسه؟ ايه والله. شحال جبت معدل؟ 14. 14 سنه، 14 معدل. ان شاء الله العام الجاي كيما قال لك بلبل، العام الجاي 15 يجيب 15. نعم. بعد 16 جيب 16، دبر راسك ان شاء الله. كي تلحق 20 من بعد ما قدروا نديروا لك والو. الله يبارك. واش حبيت تقول لي وليدي؟ اغنيه ذوي الاحتياجات الخاصه. اي اغنيه؟ انا المعاق ولكن. انا المعاق لكن. برافو 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 ولدي. انا المعاق لكن. اذا طاهر، طاهر علاش طلبت هذه الاغنيه؟ اختركش راني حافظها. مش هذا هو الجواب اللي تحب تسمعوه. عفاك واش قال لي؟ قلت له علاش طلبت اغنيه المعاق؟ قال لي اختي راني حافظها. هذا جواب؟ هل هذا بجواب؟ عندك جواب اخر؟ يلا نعطي له فرصه اخرى. نعطي له فرصه اخرى. يلا واش هي؟ لكي اتذكر اصدقائي المعوقين. فوالا التفاته لاصدقائنا المعاقين. ابقى معايا باش تغنيها معايا. دوك دوك نعرفوا لو حافظها ولا لا، لا نختبروه. يلا إذن أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني أثابر لغاياتي العظيمة. يلا كمل معايا. أنا المعاق لكن. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني مثابر لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحت سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي عزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني مثابر لغاياتي العظيمة. أنا مثلك الشباب أتحدى الصعاب، أدق كل باب لغاياتي العظيمة. أنا مثلك الشباب أتحدى الصعاب، أدق كل باب لغاياتي العظيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديما، لكنني أثابر لغاياتي العظيمة. أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي، ولما كل الغايات حياتي أحقق أمنياتي.
عظيما إلهي ربي قادر أرادني عديما لكنني مسافر لغاية عظيمة سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموحي لا حدود لغاية العظيمة سأثابر بالصمود أعطونا تحية تحية وصغاريد ينسى من فضلكم تحية لذوي الاحتياجات الخاصة لا لا تحية أقوى من فضلكم شكرا 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 على بالكم عمو يزيد شكرا طاهر يعطيك صحة وليدي شكرا شكرا تفضل يعطيك صحة وليدي يلا ابقى معنا أو حافظ يا أطفال عمو يزيد دار التفاتة لذوي الاحتياجات الخاصة ولكن التحية والتقدير لأوليائهم لأوليائهم شكرا تحية الأولياء ذوي الاحتياجات الخاصة من فضلكم صغاريد ينسى تحية من فضلكم شكرا لأنه ما تقدروش تتصوروا ما هو كفاح كفاح أم ولا أب للطفل ذوي للطفل ذا احتياجات خاصة والله كفاح مستمر إذن احنا اليوم التفاتة لهذا الناس التفاتة نقول لهم ربي يعاونهم إن شاء الله وربي يقدرهم لأنه ما هوش شيء سهل يا أطفال شكون يحب العطلة شكون يحب العطلة اوكي شكون يحب المدرسة برافو 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 عمو يزيد دار لكم أغنية نقول فيها صباح الخير مدرستي جئنا تعرفيها تعالي 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 نحب الشاطرين انا روحي بنت تعالي 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 واسمك بنتي ساجدة رشيدة ساجدة ساجدة الله يبارك شحال في عمرك بنتي؟ 9 سنين 9 سنين شاطرة في الدراسة؟ نعم شحال جبتي معدل؟ 9 على 10؟ على 20؟ 9 على واش؟ على 40 على 40؟ ما فهمتش 9.40 على 10؟ لا 9 وخلاص خلاص معليش تحية ساجدة برافو بنتي معليش 9 احنا نقولوا 9 على 10 حفظ الأغنية واسمك اسمي دعاء دعاء اروحي هنا اروحي 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 اقعدي مع مو يزيد اقعدي معي هنا شحال في عمرك دعاء كبيرة انت ولا صغيرة 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 أو جاب لي ربي كبيرة شاطرة هكذا هيا بقاي مع مو يزيد ساجدة قالت لي اني حافظة الأغنية نختبروها تاني نختبروها صباح الخير مدرستي صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب يلا كامل تغنوا معايا صباح الخير مدرستي لا 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 لا
صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولى، فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولى، فلنبدأ العام مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. شكرا شكرا شكرا. يا أطفال، حبيت اليوم معكم نديروا التفاتة بسيطة للناس اللي ما عندهمش مأوى. على بالكم باللي كان على غرار الناس الفقراء اللي ما عندهمش بيوت، وكامل يسكنوا في بيوت قصديرية، يسكنوا كاين ناس لا غالب، وكاين كذلك ناس في العالم مشردين لاجئين على بالكم الحروب. لذا احنا دائما نطلبوا الهنا. الهنا مهم جدا، لأن الحروب كما تشوفوا في العالم كامل تخلق أطفال مشردين، أطفال بدون مأوى. عمو يزيد دار لكم أغنية نقول فيها بيتي بيتي، تغنوها كامل معايا، وهذه التفاتة للأطفال اللي ما عندهمش مأوى، ربي إن شاء الله يشوف فيهم. يا أخي يلا، إذن بيتي كامل. لا بيتي بيتي أحلى بيت، فيه ولا
ولدت وتربيت بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت في فناء المنزل أرنب لونه أبيض لو تدري يجري في فرح يلعب كم يهواك للجزري في فناء المنزل أرنب لونه أبيض لو تدري يجري في فرح يلعب كم يهواك للجزري بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت دجاجة خلفها كتكوت يجري وصياح الديك يدوي من بعد طلوع الفجر في فناء البيت دجاجة خلفها كتكوت يجري وصياح الديك يدوي من بعد طلوع الفجر بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت في بيتنا توجد شجرة فوقها عصفور جائع يأكل من غصنها ثمرة في يوم مرح رائع في بيتنا توجد شجرة فوقها عصفور جائع يأكل من غصنها ثمرة في يوم مرح رائع بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت في فناء المنزل قطة صفراء اللون جميلة وحمام صوته أحلى جاء إلى عشه ليلى في فناء المنزل قطة صفراء اللون جميلة وحمام صوته أحلى جاء إلى عشه ليلى بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت ونبقى مع المفاجأة الثانية وهي الشهادة التكريمية إذن يتفضلوا يقدموا له الشهادة العمية زبد جعاتكم يا أطفال تصفيقات حارة هاي جدا وكذلك الشهادة التكريمية الموالية إلى الرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية النزلة فالتفضل كذلك ممثل عن المجلس الشعبي البلدي لبلدية النزلة الممثلة عن الشعب البلدي الذي ساهم معنا كذلك وكان يعني سندا إذن تغنوا كامل معايا أغنية لا تحزنوا حن الوداع لا تحزنوا حن الوداع لا تحزنوا حن الوداع يلا لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد أشكر عمي يزيد على هذا الحفل
وأهدي له شكرا كثيرا وإن شاء الله أن يعود مرة أخرى. عمي ويزيد كتر خيره، بارك الله فيه، فهم الأولاد بارك الله فيه، ورب إن شاء الله عقب العام جاي إن شاء الله. نشكر عمو يزيد على احتفال هنا في مدينة القاهرة. السلام عليكم. نشكر عمو يزيد على الاستضافة اللي جانا، ونشكر كل من ساهم معاه، ونحاول نكون نسمع المرة جاية إن شاء الله حتى هو يعاود يجي. نحبك عمو يزيد. السلام عليكم. نشكر عمو يزيد كي فرحنا البلاد البلاد وتقرت، وبارك الله فيه وفرحنا الأولاد، ونشكره ومدى بنا يجينا خطرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم. نشكر عمو يزيد لأنه جانا في مدينة تقرت، جيت أنا مع أخواتي وبابا، وإن شاء الله نتمنى يجينا مرة أخرى، وشكر خاص لعمو يزيد وفرقته. السلام عليكم. أنا من محبين عمو يزيد، نتمنى أنه يجي مرة أخرى هنا. وجيت نشوف عمو يزيد ونشكره لأنه جانا، وإن شاء الله يجينا مرة أخرى ونكون بظروف حسن